استاذ منير، وصلنا لفقره ما تيجي ندردش. هسال حضرتك اسئله وهتختار اجابه واحده. اكتر حد افتقدته في الوسط الفني وخبر وفاته كان غير متوقع وصدمه بالنسبه لك؟ هشام سليم، سمير غانم، سمير صبري. هو طبعا الاستاذ سمير غانم طبعا يعني، لان اخر عمل في المسرح كنت معاه، فزعلت عليه جدا جدا جدا. وهم الثلاثه يعني، بس الاستاذ سمير لان هو كنت معاه في المسرحيه، اخر مسرحيه اشتغلنا مع بعض. مين حبيت فتره رئاسته لمهرجان القاهره السينمائي اكتر؟ محمد حفظي، حسين فهمي، عزت ابو عوف. يعني اعتقد الاستاذ حسين فهمي كان متوازن بالنسبه للقرارات والفعاليات والحاجات دي، بس برضو يعني احنا مش بنختار، هما كلهم كويسين. يعني الاستاذ حفظي ليه طريقه، الاستاذ عزت ليه طريقه، بس الاستاذ حسين فهمي يمكن عشان اللغه، وعشان كان بيتواصل مع نجوم كبار جدا بيجيبهم، فده برضو ليه معيار يعني. طيب، عشان محدش يزعل مننا يعني. فنانة ظلمت نفسها بتصريحاتها المثيرة في الإعلام بشكل مستمر؟ سمية الخشاب، ريم البارودي، رانيا يوسف. لا ما اعرفش، ما عنديش تعليق، نو كومنت يعني. لا ما حضرتك اختار اختيار. لا يعني، او حتى ممكن تكون حضرتك بتنزعج من تصريحاتها في الإعلام. لا يعني، يعني انا عارف رانيا طيبة جدا، بس تمام. رانيا بتدخل نفسها في حاجات كده انا مش فاهمها يعني. يعني اللي يعرف رانيا طيبة جدا وبعيد عن اللي بيتقال ده خالص والموضوعات دي، فانا بستغرب، طيبة جدا. بس افضل برنامج مقالب من وجهة نظرك؟ حسين على الهوى، الكاميرا الخفية، الدنيا عليك. يعني حسين على الهوى كان لذيذ قوي، كان رائع، وكان بيضحكني جدا جدا. يعني اكتر من الدنيا عليك؟ لا هي الدنيا عليك عشان ده اكيد.